أهلا بكم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته الثالثة والعشرين من دور الإنعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقد ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى مواضيع مهمة استعرضها مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين من الدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس التي تعنى بردود أصحاب السعادة وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية على الأسئلة النيابية التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب من أجل تطوير المنظومة التعليمية والسفارة البحرينيين من معارض التوظيف اليوم حضرت لكي أجاوب على سؤالين الأول يتعلق بماذا قامت به وزارة التربية والتعليم على صعيد تطوير المناهج وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام وقد جاوبت وبينت أيضا ما تقوم به على صعيد التعليم خصوصا في مجال التمكين الرقمي يبدا من مشروع جلاله الملك حمد لمدارس المستقبل بعد ذلك اجبت ايضا على سؤال عن معهد التدريب وبينت البرامج الحديثه التي يطرحها معهد التدريب وان هناك 16 برنامج تم تسكينه اليوم كان في رد سؤال لوزير التربيه والتعليم بشان السؤال الموجه له بشان الخطة المستقبلية لتطوير عملية التعليم عندنا في مملكة البحرين. طبعاً الهدف كان من وراء هذه السؤال والاجابة ان احنا نشوف الى اين متجه التعليم عندنا في مملكتنا الحبيبة؟ وهذه دورنا الرقابي ان احنا نشوف شنو المخرجات اللي احنا قاعد نحصلها من هذا التعليم. الهدف من السؤال اليوم لسعادة وزير التربية والتعليم الاستمرارية في تطوير الية معهد البحرين للتدريب مع جميع الوزارات المعنية. والمتعاون مثل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وايضا ديوان الخدمه المدنيه لمواكبه العصر السريع وتوجد له اليه صلبه لتوفير فرص عمل جاده ومناسبه للشباب البحريني في القطاعين العام والخاص. ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه وقرر المجلس الموافقه عليه واحالته الى مجلس الشورى. أن أغرار هذا المشروع بقانون يمثل إضافة نوعية للمجال التشريعي ومجال تشريعات البحرين والتسامح وحقوق الإنسان الذي أرسم مبادئ هجالة الملك المفدى حفظه الله وكان آخرها العفو عن ما يزيد على 1400 محكوم مؤخرا كما أنه يمثل دعما لجهود سمو العهد في مكافحة فيروس كورونا حيث نص هذا المشروع بقانون على المحاكمات عن بعد والمرافعات وأخذ الإفادات والشهادات المجلس اختتم جلسته بالتمسك بالموافقه على مشروعي قانون الاول بشان تملك غير البحرينيين للعقارات المبنيه والاراضي والاخر مشروع قانون بشان تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومه وقرر المجلس احالتهما الى مجلس الشورى أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب أن الرؤية الواضحة والاستراتيجيات المدروسة التي تتبعها مملكة البحرين انطلاقا من النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تبرهن على الجهوزية الكاملة لدى الدولة في مواجهة مختلف الظروف والتحديات والقدرة على تجاوزها وتحقيق الاستقرار في جميع القطاعات والمجالات. وأشادت معاليها بما يحققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تقدم كبير من مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 ومنع تفشيه ضمن منظومه عمل محكمه ومتقدمه واكدت معاليها ان وعي الشعب البحريني دائما ما يكون ركيزه التعاون والتوازن في كافه الأزمات، والذي اتضح في صورة مميزة من الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية التي تتخذها الدولة، فضلاً عن تفاعل الآلاف من المواطنين ومبادرتهم الوطنية المخلصة في التسجيل التطوع ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس تحمل أبناء البحرين للمسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية. عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إذ بينت اللجنه تمسكها بإضافه القانون رقم 2 لسنه 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصه بالسفن الصغيره، واختتم المجلس جلسته بالنظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعاده التنظيم والإفلاس، حيث قرر المجلس الموافقه على توصية اللجنه بجواز النظر في الاقتراح وإحالته إلى الحكومة الموقرة. أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتضافر الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والرسمية مع الجهات الأهلية ومنظّمات المجتمع المدني المجتمع المدني بهدف مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وتجاوز أي تأثيرات سلبية ناتجة عن هذا الوباء على مختلف القطاعات في المملكة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي. منوها بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من اهتمام ومتابعة مستمرة ومباشرة لكل الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية التي تعمل مختلف الجهات الحكومية على اتخاذها حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم إن توجيهات جلالة الملك يعني اتت مبكره وفي وقتها، وقياده سمو ولي الذي نبه الى هذا الخطر حتى قبل ان يصل الى البحرين. والحقيقه ان ما اتخذ من اجراءات وما يتخذ من اجراءات اشاع السكينه والطمانينه في نفوس الجميع. فاحنا نشكر القياده الحكيمه جلاله الملك ونشكر سمو ولي على ما اتخذ في هذا الجانب ولكن حبيت ااكد على نقطه ان هذا ليس فريق العمل هو المسؤول فقط وانما كلنا مسؤولين كمؤسسات وكشركات وكافراد سواء كمواطنين او مقيمين في التصدي لهذا المرض لان كل جهد يبذل من قبل احد منا سيصب ان شاء الله في ازاله هذا الخطر بند الأسئلة النيابية تقدم سعادة النائب عيسى القاضي بسؤال برلماني إلى سعادة وزير النفط حول برامج الوزارة لتهيئة البحرينيين كصف ثان قادر على إدارة المشاريع تفاوضيا وتجاريا وقانونيا وإداريا وفي مجلس الشورى تقدم سعادة العضو نوار المحمود بسؤال إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الإرشاد والتوجيه المهني واختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل. كما تقدم سعادة عضو مجلس الشورى رضا منفردي بسؤال لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها وزارة الأشغال. وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الاداره العامه للمرور للحد من الازدحامات المروريه التي تشهدها شوارع المملكه ناقشت لجان مجلس النواب العديد من القوانين والاقتراحات وبحثت مع عدد من ممثلي وزارات الدوله والجهات الرسميه والاهليه جمله من الموضوعات. تراست معالي رئيسه مجلس النواب فوزيه بنت عبد الله زينل اجتماع لجنه الخدمات البرلمانيه مع سعاده الدكتور ماجد النعيمي وزير التربيه والتعليم والوفد الحكومي المرافق. وخلال الاجتماع اشادت معاليها بالتعاون المشترك والمستمر بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه والذي يعد الركيزه الاساسيه لحصد منجزات تشريعيه تسهم في تقدم مملكه البحرين ونمائها وتحقق المزيد من الازدهار وبما يضمن الاستمراريه في مسيره العمل الجاد كما اشار عاهل البلاد المفدى في خطابه السامي ومشدده على حرص السلطه التشريعيه الدائم والمستمر للتعاون والعمل ضمن فريق عمل واحد فريق البحرين تحقيقا لهذا الامر ومن جانبه اكد سعاده وزير التربيه والتعليم على اهميه التنسيق والعمل المشترك مع المجلس النيابي وخاصه في ظل هذه الظروف الاستثنائيه مشيدًا بالدعم النيابي المتواصل المقدم للقطاع التربوي والتعليمي بالمملكة، والتي تحظى بالاهتمام والمتابعة البرلمانية تشريعيًا ورقابيًا، والعمل على توفير وضمان السبل الناجعة والمتميزة، من جانبها قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب التمسك بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 24 من قانون الميزانية العامة، ويتضمن التعديل تقييد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها. كما تمسكت اللجنة أيضا بقرار مجلس النواب السابق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال البند باء من المادة السادسة عشر من قانون الميزانية العامة والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة 24 من القانون نص يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل. بدورها وافقت لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني على المشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه والمتضمن تعديل اربعين ماده تخص الاجراءات الجنائيه ويهدف مشروع القانون الى تيسير اجراءات التحقيق والمحاكمه ودعم حمايه الشهود وضمان ضبط ادله الدعوى الجنائيه وتنفيذ الاحكام الصادره فيها بالاضافه الى تحقيق العداله وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال توسيع سلطه النيابه العامه وتوسيع نطاق التصالح في الدعوى الجنائيه وسن نظام المحاكمه العاجله لجان مجلس الشورى كذلك بحثت في اجتماعاتها عددا من المشروعات والاقتراحات بقوانين المحالة إليها من المجلس. بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال عدة اجتماعات عقدتها على مدار الأسبوع السلامة الدستورية والقانونية لكل من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية ومشروع قانون بإصدار القانون البحري واتفاقيه الخدمات الجويه بين مملكه البحرين ومملكه اسبانيا يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة خلال هذه الاجتماعات ثلاثة مشروعات بقوانين بشأن تعديل عدد من مواد المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث قررت اللجنة بعد الاطلاع على أهداف هذه التعديلات إعداد مسودة برأيها القانوني بشأنها ومناقشتها في اجتماع لاحق. من جانبها بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، حيث قررت إعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. كما ناقشت اللجنه المرسومه بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجنسيه البحرينيه والذي يهدف الى توحيد الاجراءات القانونيه في كافه حالات اسقاط الجنسيه بما فيها حالات الادانه في الجرائم الارهابيه وقررت اللجنه بعد بحث ودراسه المرسوم بقانون الموافقه عليه واعداد تقريرها النهائي بشانه تمهيدا لرفعه الى هيئه مكتب المجلس وعرضه على جدول اعمال احدى الجلسات المقبله من جانبها بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والذي يهدف لمواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابية عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات الماليه والاقتصاديه الى ذلك قررت لجنه الخدمات خلال اجتماعها رفع ثلاثه تقارير لهيئه مكتب المجلس شملت مشروع قانون بتعديل الماده العاشره من قانون التعليم ومشروع قانون بتعديل المادة 22 من المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون تنظيم سوق العمل. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله.